الخارج. دور عظماء بندو على المضرب. ها هي الرمية، أصابها. أمان أمان. بالخارج بالخارج. أمان. التعادل 10-10 في آخر شوط. هذا مذهل. بندو العظيم لاعب كرة رائع. علينا وضع تمثال له خارج الاستاد. تمثال لبندو؟ لو أنزلوا تمثالي فلن أكون بطلاً يهزمهم. إذن ماذا تعتقد يا سيد قوة؟ أنكمل اللعب حتى يفوز أحد؟ كل ضاربي مرهقون تماماً. فلننهي هذا بمسابقة على القاعدة الرئيسية. فقط أنا ألعب ضده. من يضرب 7 قواعد يفوز. بهذا المضرب المميز أتحمس للعب. قد قبلت التحدي. حسناً، ارمي 3 كرات. لك هذا. وضربة ثلاثية. ثاوي كسائر. دنجو متصدر ب3 نقاط. تذكروا، أول من يضرب 7 قواعد يفوز. جاهز يا ميكي. حسناً، لقد شطر الكرة إلى 3. النتيجة تعادل. ماذا عن بعض التصويب؟ في الهدف. وهو معصوب العينين. وقد حصد نقاطا. بندو ملتف وجاهز. قاعدة. احذر يا بندو. سيستخدم دونجو ضربة الجول. اضرب. وقد اصاب الحفرة. اضرب. وهكذا 6 نقاط لبندو و6 لدونجو. صاحب الهدف التالي يفوز بالمباراة كلها. إن تمثالي سيبقى في مكانه. ضربة قوية للكرة. أجل، هذا هدف بكل تأكيد. إنها قادمة يا رفاق. وهي ليست بالبعد الكافي. ماذا؟ ليست ضربة قاعدة. لدى بندق فرصة فوز. الأمر بيدك الآن يا بندق. هذا بسيط. أرجوك ناولي مضربي. أو لا، مضربي الخارق المميز كسر. لابد أن نقار الخشب نقر مضربك المميز أيضا. لن أفوز بدونه. أعتقد أن علي الاستسلام الآن. هذا سيء يا فتى. لن أشعر بسعادة الانتصار لو استسلمت. استخدم مضربي. هذا لطيف منك، لكنه ليس مضربي المميز. يمكنني الضرب به فقط. لا أعرف يا بندق، ألم تفكر قط أنه ربما لم يكن المضرب هو المميز؟ أنت لاعب ماهر يا بندق. أعتقد أنه المضرب، بينما في الحقيقة يمكنك الفوز بمفردك. المضرب لا يهم، الأهم من يستخدمه. هيا اخرج للملعب وجرب أفضل ما لديك. أتعرفون؟ سأحاول. مستعد يا بندو؟ جاهز يا ميكي. وقد طارت. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.